كمان رح نشتغل اكسرسايز تاني اللي هو اكسرسايز 3. عم بيقلنا we have a sample of 2 grams of aluminium sulfide. عطاني given اول شي عنا mass of aluminium sulfide. مباشرة انا لازم اعرف aluminium sulfide يعني هو ionic compound مكون من Al3 plus و S2 minus. عطاني الماس الام الصغيرة وقال لي given مولر ماس للسلفر هي هالقد، given مولر ماس للالومنيوم هالقد، وعطاني افوجادروز نمبر هو هيدا الرقم. هالمرة ما حسب لي المولر، ما عطاني given المولر ماس للالومنيوم سلفايد، ظهر انه انا رح احسبه خلال السؤال. هيدول الاسئلة رح امشي فيهم وحدة وحدة. رح خلي الجيفن هون قدامنا على طول. ونمبر 1 write the formula of aluminium sulfide. طلب مني اكتب الفورمولا لألومنيوم سلفايد. من اسمه لازم نعرف انه هيدا ionic compound مكون من كاتايون ألومنيوم كاتايون وانايون سلفايد ايون. فكيف بدي اكتب الفورمولا؟ بجي بقول له الألومنيوم بلش بالكاتايون هو Al3 plus حافظينه، سلفايد هو S2 minus حافظينه. بتطلع فيهم بحط الكاتايون اول شيء، الانايون تاني شيء، بتطلع 3 plus و 2 minus رقمين مختلفين، فهوني ما بيطيروا مع بعضهم. رح اعمل كريس كروس ميثود، رح تنزل 3 لتحت وال 2 لهون، بصير عندي Al2S3. ليش ما كتبت، ما حطيت براكتس فور اكزامبل لل Al او لل S؟ لانه ال Al مكون من element وحدة اللي هي الالمنيوم، يعني كون في بقلبه كابيتال لتر وحده اذا بدكم، فاذا ما في داعي احط لها براكت. نفس الشيء بالنسبه للسلفر، كابيتال لتر وحده يعني اليمنت واحد، يعني كمان ما في داعي احط البراكت. صارت Al2S3، هيدا هو الالومنيوم سلفايد. نمبر 2 او بارت 2، عم بيقلنا ببارت 2 كالكوليت اتس مولر ماس، يعني مولر ماس اوف ذا الومنيوم سلفايد. نحنا من قبل حكينا انا ما فيني جيب مولر ماس لاي مولكيول او لاي ايونيك كومباوند يعني مكون من كذا اتوم الا اذا معي الفورميلا لاله. انا جبت الفورميلا ببارت 1 طلعت Al2S3، لهيك اذا نحنا جايبين الفورميلا غلط رح يطلع المولر ماس معنا كمان غلط. عشان هيك لازم نكون حافظين الايونز مزبوط كتير لتطلع معنا الفورميلا صحيحة، حتى ما تكمل معنا الاخطاء بالتدريج كل السؤال. طبعا نحن بالامتحان نمشي على الغلط. مولر ماس للألمنيوم سلفايد Al2S3 بتساوي summation of all the molar masses of the atoms in this ionic compound. هي 2 مولر ماس للألمنيوم لأن عندي 2 ألمنيوم آتوم plus 3 مولر ماس للسلفر آتومز. بلش نعود 2 times مولر ماس للألمنيوم معي إياها given هيتا 27. 2 times 27 plus 3 into 32 هيدي المولر ماس للسلفر هي 32. بعمل عملية الضرب قبل الجمع بيطلع عندي 54 plus 96 بتطلع 150 جرام بير مول. Part 3 write the ionization equation of aluminium sulfide، يعني فكك الالومنيوم سلفايد لأصله. الionization equation Al2S3 منفككها بتصير Al3 plus و S2 minus. هون بدنا ننتبه للكوفيشنز، بدنا ننتبه انه انا عندي 2 Al فرح حط هون 2 Al3 plus. بدي انتبه انه عندي 3 S يعني رح حط 3 S2 minus. Number 4 calculate the number of mole of aluminium sulfide found in this sample. انا شو بعرف عنه للألمنيوم سلفايد؟ بعرف انه عندي 2 grams يعني هيدا الماس الام الصغيرة، وطلعت المولر ماس بالبارت الثاني هي مولر ماس للألمنيوم سلفايد طلعتها من قبل، فأكيد قادرة أجيب number of mole small n. number of mole للألمنيوم سلفايد بتساوي الماس للألمنيوم سلفايد على المولر ماس للألمنيوم سلفايد، يعني 2 over 150 اللي جبناها بالبارت الثاني تطلع 0.013 مول. بعدنا عم نشتغل نفس الشغل اللي اشتغلناه بالسؤال اللي قبل. Part 5 and 6 رح حطلكن اياهم مع بعض. Deduce the number of mole of the cation and the anion، نفس اللي كنا عم نشتغله بالبارت اللي قبل بالاكسرسايز اللي قبل. منحط بدي اعرف ال number of mole للكاتايونز للانايونز بالالومنيوم سلفايد. ف اول
كنا عم نقول انه بدي طلع number of mole لكل كاتايون وانايون موجود بهيدي السامبل. قلنا اول خطوة رح حط الايونيزيشن ايكويشن قدامي. الخطوة الثانية رح حط المعلومات اللي عطيتني اياها الايونيزيشن ايكويشن، يعني 1 مول 2 مول و 3 مول. الخطوة اللي بعدها انه شو بدي احط تحت هون بهذا السطر، بدي احط المعلومات اللي عندي اياها بهذا الاكسرسايز او الكميات اللي معي اياها بهذا الاكسرسايز. شو عندي بهذا الاكسرسايز؟ معي طلعت انا من قبل النمبر اوف مول للال2 اس 3، جبتها بالبارت اللي قبل طلعت 0.013 مول، رح حطها هون. طبعا قلت لكم دائما اشتغلوا نمبر اوف مول. تاني شيء نمبر اوف مول لل AL3 بلس، هيدا بدي جيبه الكاتايون، والنمبر اوف مول لل S2 ماينس الانايون كمان هيدا مطلوب مني جيبه، فهيدول رح يضلون N و N. طيب كيف بدنا نشتغل؟ نفسها هيدا رجعت حطيتها قدامي بس لأعرف كيف الكريس كروس بدي أعمل. قلنا حاشتغل لان ان نمبر اوف مول لل AL3 بلس لحال، برجع بجيب نمبر اوف مول لل S2 ماينس لحال. نمبر اوف مول لل AL3 بلس رح اخد هيدا مع هيدا، بعمل كريس كروس مولتيبليكيشن. نمبر اوف مول لل AL3 بلس بتساوي 2 تايمز 0.013 اوفر 1، كريس كروس مولتيبليكيشن عادي 2 تايمز 0.03. حرجع انا بدي هيدا 2 ضرب 0.013 على 1، هي طيب بيطلع نمبر اوف مول للالومنيوم ايونز 0.026 مول. طيب هلا بدي اجيب نمبر اوف مول للانايونز كمان، رح اخد هيدول مع هيدول، هيدول مع هيدول. بدي النمبر اوف مول للاس 2 ماينس 3 تايمز 0.013 اوفر 1، عملنا الكريس كروس طلعت 0.039 مول. عم نشتغل نفس الاكسرسايز اللي قبله، رح نزيد عليه بارت أخيرة. deduce the number of cations and anions، ما قال لي number of mole، قال لي number of cations and anions، يعني عدن للكاتايونز وعدن للانايونز، بدو الكابيتال N. هيدي الكابيتال N للAL3 plus هو الكاتايون، والكابيتال N للS2 minus اللي هو الانايون. بتشتغل كل وحدة لحالة. ما بدنا ننسى القاعدة اللي بتقول انه number of mole بيساوي N على NA. هيدي الان ممكن تكون number of atom اذا كنت عم تشتغل باتوم، ممكن تكون number of molecule اذا عم بشتغل بmolecule، ممكن تكون number of ions اذا عم بشتغل بions. فهون عم بشتغل بion، رح طبق هيدي القاعدة لجيب number of ions اللي طالبوا مني. طيب شو بتساوي الان؟ بتساوي N times NA. حبلش بالألمنيوم، number of aluminium atoms اللي هن الكاتايونز، قال لي deduce the number of cations يعني الألمنيوم ion الAL3 plus، بتساوي number of mole للألمنيوم ion ضرب ال NA الأفوغادروز number. من وين بدي جيبه لل number of mole؟ هي من شوي جبته number of mole للألمنيوم ion 0.026 times أفوغادروز number given، بحسبه بيطلع عندي هالقد ألمنيوم ions. نفس الشيء بالنسبة للS2 minus اللي هو الانايون، number of anions هن number of S2 minus يساوي number of mole ضرب أفوغادروز number. number of mole جبته بالبارت اللي قبل 0.039، بضربه بأفوغادروز number بيكون given أفوغادروز number، بيطلع عندي عدد الانايونز. بالنسبة لهيدا الحصة خلصناها، هيدا اللي كان بدي اياكم تفهموه. بدي منكم ترجعوا تحلوا هيدول الاكسرسايزز اللي حليناهم اليوم، يعني اكسرسايز 3 واكسرسايز 1، لحتى تحلون انتم بايدكم لحالكم لحتى نتاكد انه مشي حالنا. بيكون عندكم هوم ورك اكسرسايز 4، هيدا هلا بعطيكم اياهم على الواتساب. يعطيكم العافيه.